بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأفاضل، لقد انتهينا في الحلقة الماضية من برنامجكم حديث قبيل الإفطار عند قوله سبحانه وتعالى فيما يرويه عنه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. هل استوعبت عقولنا جميعا هذه الجملة وما اشتملت عليه من المعاني العظام؟ فوالله الذي رفع السماوات بغير عمد، لو فهمت عقولنا هاته المعاني الجليلة التي اشتملت عليها هذه الجملة وأنا معه إذا ذكرني، لا أشرقت أرواحنا وهدأت أنفسنا واطمأنت قلوبنا. وأنا معه إذا ذكرني، أراك تقول في نفسك، لسان حالك يقول: خذ بيدي حتى نفهم معا معية الله للذاكر. وبالأحرى قل: خذ بقلبي حتى نفهم معا معية الله للذاكر. أيها الأخت الكريمة، أيها الأخ الكريم، لن نفهم هذه الجملة التي عباراتها قليلة ومعانيها عظيمة كثيرة متنوعة متعددة، لن نفهمها، لن نفهم معية الله إلا إذا كانت لنا معرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة بأسمائه وصفاته جل جلاله. الله هو الرحمن الرحيم، هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، هو الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع. لو تعرفنا على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والله أيها الإخوة الكرام، لأدركت عقولنا معنى المعية. إذا كان الله معك، معناها القوي معك، العزيز معك، الجبار معك، الغني معك، الرزاق معك، الولي معك، اللطيف معك. وإذا كان القوي معك فهل يصيبك الجزع والخوف؟ وإذا كان الرحمن والغفور والغفار معك فهل يصيبك اليأس والقنوط؟ وإذا كان الرزاق الغني معك فهل تخشى الفقر والقلة الحاجة؟ لا أيها الأخ الكريم، بهذا تدرك معنى من معاني المعية. أتركك في هذه اللحظات وفي ليلتك، أتركك لكي تذكر الله بأسمائه الحسنى على عادة أجدادنا المغاربة الذين كانوا يجلسون مع أبنائهم ويخرجون ورد أسماء الله وصفاته بقولهم: الله جل جلاله، الرحمن جل جلاله، الرحيم جل جلاله، السلام جل جلاله، المؤمن جل جلاله، هكذا حتى يختمون أسماء الله وصفاته. بهذا تدرك معية الله، بهذا تدرك معنى من معاني وأنا معه إذا ذكرني. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.